في 5 رموز لعمليات حسابية فيكن تعملوها بالسي بلس بلس. رح نعمل 2 variables ونجرب عليهم كل شيء. أول شيء رح نعرفهم كانتيجرز. int x equals 5, int y equals 10. هيك صار عنا x جواتها 5, y جواتها 10. وهلأ لازم نستعمل see out لنشوف نتيجة كل شيء بنجربه على x y على الشاشة. فsee out إشارتين تبعون see out quotation marks. هلأ ليش quotation marks؟ لأنه هنن بيستخدموا للجمل، يعني لشي ما بدنا الكمبيوتر يحسب فيه، بس بدنا نحطهم على السكرين لنعرف هذا الجواب لمين، يعني هي أي خطوة. أول عملية حسابية رح نحكي عنها هي الجمع، فرح نحط جملة x زائد y equals بعدين space. إشارة equals اسمها assignment operator، تعطي variable محدد قيمة محددة. هي مو مثل إشارة اليساوي اللي بنستخدمها بالرياضيات، لأن الطرفين تبعون اللي يساوي فيها ما بيكونوا قد بعضهم، يعني الطرفين ما بيكونوا نفس القيمة، ما بتكون كمعادلة. في إلى جهة على الشمال وجهة على اليمين. الجهة اللي على الشمال بس مسموح يكون فيها variable واحد، ما فينا نحط مثلا x زائد y equals x ناقص z، لا ما فينا، لازم بس x. أما الجهة اليمين اللي هي بعد اللي يساوي فينا نحط فيها أكثر من variable وعمليات حسابية. بالنهاية كل شيء عم نعمله على اليمين هو لنغير قيمة x اللي هي على الشمال. والكمبيوتر أول شيء ببلش من جهة اليمين تبع اليساوي، بعد ما يطلع النتيجة تبعها بيحط هاي النتيجة بالفاريبل اللي هي على جهة الشمال، يعني بيحفظ القيمة اللي طلعت معه بالفاريبل تبع جهة الشمال. أوكي، هلأ هاي الجملة رح تطلع بالضبط مثل ما هي على الشاشة لأنها بين quotation marks. لنخلي الكمبيوتر فعلا يجمع x و y بنعمل كمان إشارتين عند السي اوت لحتى يجمع كمان شغلة معهم، ومنضيف على هاي الجملة x plus y. هيك الكمبيوتر رح يجمع x و y ويحط 15 بعد هاي الجملة، لأنه هون ما في quotation marks فرح يجمعهم عن جد. طبعا لا تنسوا السيمي كولن. خلونا نجرب نعمل build and run. رح تشوفوا x plus y equals 15. لو بدنا نخلي x هون 5 و y 10، يعني لو بدنا نخليه ورجينا أنه x plus y اللي هي 5 plus 10 equals 15، بنرجع للكود لسي اوت بنخلي الكوتيشن ماركس بس على البلس والايكوالز، يعني هدول يطلعوا كجملة، وباقي الفاريبلز بدون كوتيشن ماركس الكمبيوتر رح يدور على قيمتهم من عنده ويحطهم على الشاشة. فبالسي اوت لازم نجمع بين الجمل العادية وبين الرموز اللي قيمهم اوريدي موجودة بالكمبيوتر، فمنحط هاي الإشارة. طبعا انتبهوا انه يكون جوا الكوتيشن ماركس في سبيس قبل وبعد بلس والايكوالز مشان ما يلزقوا الإشارات بالأرقام اللي بعدهم وقبلهم. هلأ x بدون quotation marks رح تكون 5 مثل ما عرفناها هون، و y رح تكون 10. هلأ عملوا build and run رح تشوفوا 5 plus 10 equals 15. فينا كمان نطرح، حولوا الإشارتين هون لماينس وعملوا build and run رح تشوفوا minus 5. إشارة الضرب بالسي بلس بلس رمزة هاي النجمة، حولوا الرمزين لنجمة. وفي اختصار لبيلد اند ران من الكيبورد إذا عملتوا F9 5 multiplied by 10 equals 50. وفي اختصار لتسكير هذا الويندو، إذا اخترتوا escape من الكيبورد رح يسكر. بالسي بلس بلس فينا كمان نستعمل القسمة، رمزة حيكون slash، غيروا الإشارتين لslash و F9. طبعا في شيء محدد لازم نعمله لنخلي سي بلس بلس يورجينا الكسور، راح احكي لكم عنه بالدروس الجاي. في رمز خامس بالسي بلس بلس بنقدر نستعمله بيخلينا نطلع الباقي بعد القسمه، يعني مثلا اذا قسمنا 5 على 2 الاثنين بهاي الخمسه بتروح وبيضل فيها 1، هذا الواحد هو الباقي. اذا قسمنا 10 على 2 راح يكون ما في باقي، يعني 0 هو جواب الباقي. إذا قسمنا 2 على 10 رح يكون الباقي 2، لأنه ما في ولا 10 ب2. هاي العملية اسمها مود، اللي هي عملية استخراج الباقي من قسمة رقمين، وهذا هو رمزه بالسي بلس بلس. حطوه بالجهتين وعملوا F9 5 مود 10 equals 5، لأنه ما في ولا 10 بالخمسة فبتزيد الخمسة وبتكون هي الباقي. في كتير ناس بلخبطوا بمود، فعيدوا الفيديو إذا حسيتوا حالكم ما فهمتوا منيح.
في اختصار بالسي بلس بلس لنزيد رقم واحد على الفاريبل. زيادة رقم واحد هو شيء كتير مهم بالبرمجة. رح تعرفوا ليش هو كتير مهم أكتر بالفيديوهات الجاي، رح تشوفوا له استعمالات مهمة. لو محينا هدول وخلينا int x equals 1 كتبنا x plus plus. plus plus معناها ضيف واحد على القيمة يلي جوا ال x واحفظها مرة تانية جوا ال variable x. إذا عملنا F9 رح تلاحظوا أنه قيمة X لساتها واحد. ليه؟ لأنه الـ plus plus لما تكون مكتوبة بعد الـ variable بتزيد واحد على الـ variable بعد ما تصير العملية اللي قبلها، والعملية اللي قبلها هون هي print على الشاشة see out، فالـ see out رح تصير قبل ما يصير plus plus. لتتأكدوا أنه هذا الشي صح وأنه زادت قيمته بعد ما صار الـ print، عملوا كمان إشارتين للـ see out، يعني رح نرجع نعمل print لx بعد ال print لx++ و F9 رح تشوفوا 1 2، يعني كانت القيمة 1 بأول print، بعدين صار ال plus plus ضاف عليه 1، بعدين عملنا print لx كمان مرة صار 2. لو بدنا نخلي الx تزيد 1 قبل ما يصير ال see out بنعمل ال plus plus قبل ال variable x. هلأ F9 حنلاقي 2 2. مثلا لو كان عندنا variable اسمه y من نوع integer وعملنا y equals plus plus x، اول شيء رح ينعمل هو انه x رح تزيد 1 وقيمتها زائد 1 رح تنحفظ جوا ال variable x، بعدين القيمة الجديدة تبع x بعد ما تغيرت رح تنحفظ بال variable y. طبعا x رح تزيد اول لانه ال plus plus قبل ال x. اما y equals x plus plus، أول شيء رح ينحفظ قيمة x جوا y، يعني قبل ما تزداد x رح تنحفظ قيمته جوا الـ variable y، بعدين رح ينضاف 1 على x وتتغير قيمة x. كمان هذا الشيء ممكن ما تكونوا فهمتوه من أول مرة، عيدوا الفيديو مرة تانية إذا حسيتوا حالكم مو فاهمين. في اختصار تاني بالـ C++ غير الـ plus plus، لأنه plus plus بس بيضيف رقم واحد كل مرة. أحياناً نحتاج نضيف مثلاً 5 x plus plus هي نفسها x تساوي x plus 1، فباختصار تاني بالC plus plus بنقدر نكتبها ك x plus تساوي 1، يعني مثلاً x تساوي x plus y بنقدر نكتبها ك x plus تساوي y. هذا هو الاختصار التاني. لو بدنا نضيف 5 على x بنكتب x plus تساوي 5 اللي هي نفسها x تساوي x plus 5، وبتنحفظ بالآخر كلها بـ x. تعالوا نجربها. ما بنقدر نحطها بـ see out مرة واحدة لأنه فيها إشارة يساوي، assignment operator ما بتنحط جوا الـ see out، لازم نحطها قبل الـ see out. x plus تساوي 5، هلأ الـ x كانت عنا 1، لازم هلأ تصير 6 لأنه 1 زائد 5 F9. أوكي 6. لو بدنا بدال ما نضيف نطرح مثلا، فينا نستخدم x minus minus، وطبعا هذا هو الوحيد يا بلس بلس يا ماينس ماينس. وفينا كمان نكتب الـ x ماينس ماينس ك x ماينس تساوي 1، هيك x ماينس تساوي 1 هي نفسها x تساوي x ماينس 1.